اليوم قدمنا العرض الجديد لكي اللي غيتم دونك الاطلاق ديالو نهار 22 نوفمبر. هذا المشروع هذا العرض هو عرض الاطلس. اذا هذا العرض الاطلس هو كيتمكن بعد انتهاء اشغال تثنيه السكه ما بين الدار البيضاء ومراكش، واللي غادي يتمكن من الربح ساعد المكانه ما بين الدار البيضاء ومراكش. اذا هذا العرض الاطلس هو شنو؟ هو ثلاثه ديال المكونات. المكون الاول هو اسعار مختلفه، دونك دابا المسافر ما بين نبريسيزي بعدا في الاول ان هذا الاطلس هو كاع الترانات اللي غادي تكون ما بين كازا مراكش وما بين كازا فاس حتى هي. دونك وهذا النظام الجديد ديال الاطلس كيرتكز على ثلاثه ديال الاسس. اولا الاسعار فهي مختلفه، كيف شفنا في النظام ديال اسعار البراق نفس الشيء، سي لو ميم برانسيب، نفس الشيء. يعني ما بين باغ اكزومبل كازا مراكش، يعني المسافر ما غيبقاش يلقى ثمن واحد، غادي يختار ما بين ثلاثه الاثمنه، غادي يختار على حسب شنو؟ على حسب الوقت اللي كيسافر فيه ياك، وغادي يختار على حسب الوقت اللي شرى فيه التذكره ديالو، وكذلك على حسب لي زوبسيون ديال الفليكسيبيليتي، المرونه اللي غادي ياخذها. اذا القاعده ديال هذا النظام الجديد ديال الاسعار هي انك تحجز بكري باش تشري بالرخاء. كاين ثلاثه ديال الاسعار، كاين ثلاثه الاسعار ما بين كازا مراكش باغ اكزومبل. الفواياجور دابا اكطويلمون بهذا النظام اللي كاين دابا كيخلص 95 درهم ما بين كازا مراكش في 3 سوايع 45 دقيقه. مع نهار 26 نوفمبر نهار 2 كازا مراكش غادي تولي في ساعتين 35 دقيقه، والفواياجور يقدر ياخذ البيه ديالو ب 87 درهم، يعني رخص من الثمن اللي هو كيخلصو دابا. لا كومبوزون الثانيه المهمه في العرض الاطلس هي لا ريزيرفاسيون، الحجز اللي كيولي ضروري كذلك في الدرجه الثانيه. اوجوردي المغاربه المسافرين عارفين بان الحجز كاين في الدرجه الاولى، كتمشي عندك البيه ديالك بالرقم ديال المقعد. نهار 2 ان شاء الله في هذه القطارات هذا الدرجه الثانيه كذلك غادي تولي مرقمه، يعني ان المسافرين غادي يبقاو يسافروا في البلايص ديالهم مرقمين. كذلك هذه واحد النقطه مهمه، ان الطفل عنده 30% على سعر التذكره، اللي الا فقت واحد الثمن اللي هو بلافون ديال 50 درهم كيخلص غير 50 درهم. يعني هذا الشيء بالنسبه للبراق ولا بالنسبه لقطارات الاطلس. اذا على قطارات الاطلس سيبوزو خدينا من فاس حتى لمراكش، يعني الطفل غادي يخلص 50 درهم في الدوزيام كلاس و80 درهم في الدوزيام كلاس. يعني هذا هو حافز مشجع بالنسبه للعائلات باش يسافروا مجموعين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.